أنا مبتلى بس لا أعلم أهو عين أم سحر أم تلبس الشيطان، فما نصيحتكم لي؟ والله الظاهر أنك لست مبتلى، هذه هواجيس وحديث شيطان. يعني ما الإنسان ما ينبغي أنه كل شيء يعني يلمسه أو كل شيء يطلع على باله يظن أنه إيش سحر أو عين أو كذا. لا، أنت اطرد هذا الشيء، هذا الوهم وهذه هواجيس بذكر الله عز وجل. الذكر يطرد الشيطان. اشغل نفسك بلا إله إلا الله، اشغل نفسك باللهم صل على محمد. لما تكثر من الأذكار ينبعد عنك هذا الأوهام، هذه أوهام وهواجيس، إن تركتها زادت ونامت وكبرت حتى تخطي عليك. لكن ابتعد عنها بالأذكار، ابتعد عنها بقراءة القرآن، اشرح صدرك، تفائل لمستقبلك، يعني اشغل وقتك بما يفيدك، لا تجلس وحدك، لا تسترخي لهذه الأوهام، لا تسترخي. والله يمكن بعين، يمكن بنفس، يمكن بكذا، يمكن والله أنا مريض. كم الآن لو ذهبت إلى الرقاد وذهبت على المستشفيات لوجدت 99% كلها أوهام وهواجيس، كلها أوهام وهواجيس. واحد يقولني وقفت عند الإشارة وجاء لي واحد يقول عليك إني صلنا وسعد انتبه بالليل، السلام عليكم أبو فلان، قال نعم، قال تكفى اقرأ علي، قال والله مسحور، أنا مسحور، قال الحكم. قال يوم راح للبيت قال شوف أنا الآن متولمن إني أعطيك كف، أنت ما بكل العافية، مش طلعت من البيت سعدتين. قال أنا والله أنا مذاع، قال أقول لك ادلس، يعني يضرب كف، قال ما بك شيء أبد، يقول والله الحمد لله إلى الحين ما بي شيء. جاء الشيطان قوم من النوم وقال يلا اقرأ بك، رتبه الشيطان وقال بك نفس بك عين. لا، لا تتمثل، عالج نفسك، قوي إيمانك، اقرأ من القرآن، لا تجعل كل هاجس، كل يعني شاردة، كل واردة تجعلها ايش تبني لها؟ تبني لها ايش؟ في يعني في قرارة نفسك انها وهم وكذا، هذه يزود عندها. قديم بعض الناس الحين تجده مثلا جالس وش عندك؟ انا مهموم، انا مغموم، انا الدنيا كذا، انا خلاص قضيت، انا وش قضيت الحين؟ عمره مثلا 25 يقول قضيت، اللي شوف يقول عمره 90 سنة، اين قضيت؟ انت تتمثل للشر والفساد. فعليك أن تكون قوي. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أحد العلماء كان يصلي فلما صلى وهو يقول هكذا في صلاته هكذا يشير بإصبعيه، فقال له اللي عنده أنت أشهدت بإصبعيك من تصلي؟ قال نعم. الشيطان قال أخرج من صلاتك، ترى صلاتك باطل، خذ عطر شاهدين واطلع من صلاتك. خلاص اطرد الشيطان. الشيطان كما جاء في الصحيحين إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان، أدبر ولو حصاص وضراب، لو حصاص أو ضراب، لكن إذا انتهى المؤذن جاء الشيطان يزل. أذكر كذا، أذكر كذا، أذكر كذا، حتى يضل الإنسان لا يدرك المصالح. إذا أردت أن تعرف وساوس الشيطان يعني في لحظات، انظر وساوس الشيطان وأنت تصلي. الآن كم الصلاة مقدارها؟ تقريبا 7 دقائق، 8 دقائق ولا لا؟ يعني أو 5 دقائق، لكن الخمس دقائق هذه وشو تفكيرك؟ تفكيرك عظيم، تجوب الفيافي والقفار، وتذهب للسند والهند والصين، وتعمر وتزوج وتجيك أولاد، وتتحدث نفسك بأحاديث ما لك ناقة بها ولا جمل. الخمس دقائق، شلون جمل لو وجهت هذا؟ كلمني وخليت الصلاة ما استلست وقلب لحلم من الذين في صلاة خاشعون، ما خشعت في صلاة. الآن يلا بهوج وبحدث نفسي، وش تقول؟ ما عندك وش أنا بقول؟ تابع تحرك حركة أنا تمشي ما عندك، لكن قلت الله أكبر جاء الشيطان، أقبل بخيلي ورجعي، يا أقبل بخيلي وأذكر كذا. فإذا أنت يا أخي الحبيب، كثير من الناس يعني تقاعس من السحر، من عين، من مرض، ثم يتقاعس على الهداية وعلى الاستقامة، وأنا بعيد عن الخير وأنا بعيد. لا، الشيطان يفتح لك 99 باب من الخير ليدرك به بابا من الشر.